ليس هنالك ماء، بل ثمة ظما. الخوف من كورونا دفعهم بالتضحية بمياه الشرب، هي إرشادات صحية اتبعوها، لكنها قد تكلفهم إهدار الكثير من الماء الشحيح والمال غير متوفر. مشكلة بالنسبة للشرب والسخ والطبخ الطهي، وما بالك العملية الغسل المتكرر، فمعانا كبيرة باستخدام الماء. أكثر من نصف سكان اليمن لا يحصلون على المياه النظيفة بحسب منظمتي الصليب الأحمر وأوكسفام، منظمات أممية تحث على غسل اليدين للوقاية من كورونا، في الوقت الذي يكافح ملايين اليمنيين للحصول على مياه لا يهمهم إن كانت صالحة للشرب من عدمه. فكرة يعني النصيحة، نستنسخ النصائح كما هي من الخارج ونشينا عملها على بيئتنا هكذا بدون تفكير مسبق، فعلا مشكلة كبيرة. يعني لازم يكونوا جاهزين هنا مثلا انه كيف ممكن الناس يعالجوا هذه القضية بطريقة يعني معقولة. المجتمع الدولي يحرص على حماية مواطنيه من فيروس كورونا، وعليه بتحمل مسؤوليته الكاملة تجاه حماية الشعب اليمني العالق بين انياب الجوع ولهيب العطش بحسب السكان هنا. كلام خبراء الصحة للوقاية من كورونا في واد، وواقع اليمني في واد آخر، فماذا يفعل أكثر من نصف الشعب اليمني الذي يفتقر إلى المياه الآمنة بحسب المنظمات الدولية؟ نبيل اليوسفي، العربي، صنعاء.